شيء عجيب يا إخوان في الطواف لم نراه سابقا، وهو توفير سيارات لكبار السن وللناس لإراحتهم من الزحام الشديد. فشكرا للمملكة العربية السعودية على تيسير هذا الأمر لزوار ومعتمرين وحجاج ومقيمين بيت الله الحرام، شكرا لهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه البلاد دائما في خدمة الإسلام والمسلمين. زيادة على هذا يا إخوان، ترى هذه من سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. قد يقول واحد بسيارة ويطوف، كان الحبيب صلى الله عليه وسلم على بعيره ويطوف، وكان يؤشر بعصا على الحجر الأسود ثم يقبل العصا من شدة الزحام. لذا كان هذا من تيسير على الأمة. إذن استشعروا هذا الأمر من يسر الإسلام وسماحته، وانشروا هذا الأمر لغيركم، لعل كل من ركب وتيسر أمره يكون في